السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام. كثيرا ما نسمع عن قوة الآن وعيش اللحظة وغيرها من موضوعات تهتم بالتنوير والوعي وأن تعيش هذا الحاضر وهذا الواقع. فما المقصود باللحظة؟ والحقا التفكير في الماضي أو المستقبل هو السبب في معاناة الناس؟ وكيف يمكن أن نوقف تيار التفكير؟ كل ذلك وأكثر نعيشه معا في هذه الحلقة مع قوة اللحظة. اعتاد الناس على تقسيم الوقت ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، والحقيقة هي أن هذا التقسيم تقسيم افتراضي وهمي من صنع الإنسان. فالماضي والمستقبل شكل من أشكال التفكير، مجرد أفكار تجريدية عقلية. ولو دققت لاكتشفت أن الماضي يمكنك أن تتذكره الآن، وعندما تخطط للمستقبل فأنت تفعل ذلك الآن. المستقبل أحبتي حين يأتي، يأتي أيضا الآن. فكل شيء يحدث الآن. الشيء الحقيقي الوحيد هو اللحظة الحاضرة. وعلى السطح تبدو اللحظة الحالية كواحدة من العديد من اللحظات، فكل يوم من حياتك يبدو كأنه يتكون من آلاف اللحظات، حيث تحدث أشياء مختلفة. ولكنك لو نظرت بشكل أعمق فليست هناك غير لحظة واحدة، هي ما يحدث الآن. أليست الحياة دائما ما هي سوى هذه اللحظة؟ فاللحظة الحاضرة هي الشيء الوحيد الذي لا يمكنك الهروب منه. ومهما يحدث من تغيير في حياتك، هناك شيء واحد أكيد، إنه الآن، الآن دائما. وطالما أنك لن تستطيع أن تهرب من الحاضر، فلماذا لا ترحبه وتتصادق معه؟ يا صديقي، اجعل الآن صديقا لك وليس عدوا أو عقبة يجب تجاوزها. اعترف به وقدر قيمته. وعندما يحدث ذلك وتصبح اللحظة هي تركيز حياتك، ستمتلئ حياتك بالسهولة، لأن التعقيدات دائما تأتي من اختلاط الماضي بما فيه من ألم ووجع مع المستقبل بما يحمله من هم وقلق وخوف. ويرجع ذلك لأننا في الحقيقة لا نستخدم عقولنا على الإطلاق، بل هي من تستخدمنا، وهذا هو المرض. ولقد صدق من قال: العقل خادم مطيع لكنه سيد مستبد. وحين يتحرك اهتمامك إلى الآن يختفي التفكير وتحدث اليقظة، كأنك تستيقظ من حلم. عندها تختفي المعاناة، ومن هنا يسهل تشخيص معاناة كثير من الناس بأنهم دائما يهربون من الآن إلى الماضي أو المستقبل. ونحن إذ نفعل ذلك فإننا بمنتهى البساطة نرفض الآن، نرفض الواقع. ومن يرفض الواقع ويرفض الآن تجده دائم الشكوى، لأنه ببساطة يرفض الوضع القائم. ولكنك إذا قبلت حياتك فإنك تتحمل المسؤولية تجاه هذه الحياة. ولا يفهم من ذلك أنني أقصد الاستسلام للواقع، بل يعني أنك لا تهدر طاقتك فيما لا يفيد، الشكوى والتذمر، بل احتفظ بهذه الطاقة من أجل أن تفعل شيئا تجاه ما تريد. ومن هنا تتجلى لنا حقيقة إنكار اللحظة وأسباب الهروب للماضي أو أحلام المستقبل. إنه بالأساس
إنكار للذات وعدم الاعتراف بها. ولكن دعني أسألك، ما هي الذات؟ قبل أن تجيب أرجوك جرد نفسك مما هو ليس بك. نعم، جرد نفسك من اسم لم تشارك في اختياره، شرد نفسك من مكان وعائلة وبيئة لم تكن صاحب القرار في إيجادها، ولا تنسى فوقهم وضعك المادي والدراسي والشهادات والألقاب وغيرها وغيرها. لم يبقى إلا جوهرك، ذاتك الحقيقية. هل تعرفها؟ أجب وقل لي من أنت. هل أنت العقل الذي يفكر؟ أم السيارة التي تقودها؟ أم الثياب التي ترتديها؟ أم الذات هي المشاعر التي تلاحقك أينما كنت؟ هل حقيقة أنك لست أي شيء مما سبق؟ فأنت لست أفكارك التي تم برمجتها منذ صغرك، ولست المشاعر التي ولدت بها من رحم أفكارك، ولست المشاعر التي ولدت من رحم أفكارك. وما عليك إلا أن تفك الحصار، نعم تفك الحصار، وتحرر نفسك من أعظم مصادر المعاناة، وافتح الباب من أجل الحصول على إدراك أكبر ووعي أعمق، وعندها ستحب ذاتك مهما كنت، مهما كنت صاحب عاهة، صاحب مشاكل، مفلس، غير راضي عن حياتك. ركز دوما على جوهرك وحب نفسك، لأنك بحق معجزة الله في هذا الكون، معجزة الله في هذا الكون. وهنا يأتي السؤال الكبير، كيف لي أن أتخلص من مطاردات الماضي وهواجس المستقبل؟ وكيف لي أن أتوقف عن تساؤلات المستقبل؟ وهنا يأتي السؤال الكبير، كيف لي أن أتخلص من مطاردات الماضي وكيف لي أن أتوقف عن تساؤلات المستقبل؟ الطريق يا صديقي هو أن تتصل باللحظة الراهنة، نعم اللحظة الراهنة. السر يكمن في كيفية الانفصال عن العقل، أن تضع حدا لهذا السراب الذي يسمى الزمن. فإن استطعت أن تستبعد نفسية الزمن من العقل فلن تعيش أبدا في الماضي، ولن تلهث وراء المستقبل، لأنك ستكون هنا والآن في حالة حضور. ينتقل الشعور من الانفصال إلى التوحد مع كل ما هو حولك، عندها ستكون واعيا بكينونتك، وبالتالي تتحرر من هذا الترابط مع التوتر الذهني والجسدي، وتصبح متواجد دائما في اللحظة الحاضرة في حالة وعي تعيش السلام، السلام الداخلي. وإليك الطرق العملية للحضور في اللحظة. أخي الحبيب، درب عقلك، فالحضور الذهني عادة يتطلب منك أن تنتبه لكل ما يحيط بك، والأمر يحتاج للكثير من الممارسة. ركز على التنفس، فالانتباه لأنفاسك هي أحد أهم عناصر الحضور الذهني، كما أن أخذ الأنفاس بطريقة عميقة وهادئة يمكن أن يخفض من ضغط الدم وضربات القلب. لذا حاول دائما
أن تأخذ بعض الأنفاس العميقة قبل حضور الاجتماعات المهمة، لأجل أن تحافظ على هدوئك وأعصابك. وحاول أن تخصص دقيقتين لممارسة التنفس كل يوم. يمكنك عمل ذلك وأنت جالس في مكتبك، بمجرد ترك عملك لثلاث دقائق والسماح لنفسك بالتركيز على التنفس، فقط التنفس. التدريب الثاني: تجول في مدينتك أو المدينة التي أنت فيها بعيون مسافر أو سائح. التدريب الثالث: ادخل بيتك وانظر بعين ضيف محب للعائلة، لا بعين ضابط شرطة. التدريب الرابع: تذوق طعامك كأنك تتذوقه لأول مرة. استمتع وأنت تأكل واشكر الله عز وجل على هذه النعمة. التدريب الخامس: تعامل مع الناس بروح إنسان مودع أو عابر سبيل. وأخيرا: قم بشيء واحد في اللحظة الواحدة، قم بشيء واحد في اللحظة الواحدة لتحصل على التركيز، لتحصل على المتعة، لتحصل على اللحظة. إن العيش في اللحظة متعة وإنجاز في آن واحد. يا صديقي، لا تتعجل في إنهاء المهام، ولا يكن همك نهاية الصلاة، ولا يكن همك ختام القرآن، بل تغنى في القرآن واستمتع بالصلاة. ألحنا بها يا بلال. حان الوقت لأن تتوقف عن العجلة وأن نركز على الأهم دائما، فنؤدي الأهم فالأهم بإتقان وإحسان. يا صديقي، في عمق اللحظة ستكتشف هدايا الله الغزيرة لك والمتدفقة نحوك. اشكر الله على كل شربة ماء، اشكر الله على كل نسمة هواء، اشكر الله على كل ما أعطاك وما تجد في هذه الحياة من خير، أو حتى ما تراه في ظنك شر، لأنه هو الخير لك، ودوما ستجد ما تمتن له. ففي كل لحظة ستجد من الله عطاءً.